وهذا يعني حلقة في مسلسل تبنته جماعة التي تنتمي إلى ما يسمونه الجيش الليبي حفتر ويسمى الكرامة. هذا ليس من الآن، يعني من أول ما بدأوا القتال في بنغازي وتدمير المدينة وتهجير أهلها، قادتهم يصرحون ويعلنون من حين لآخر، سواء كان في الجناح العسكري أو كان في الجناح السياسي، لا يخفون ما في صدورهم من كراهية للدين وعداء للإسلام. فسمعنا أحد قادتهم كما ذكرت في بنغازي، وهو لعله الصاعقة، يقود قوات الصاعقة وغيرها، بوخبادة. يقول: نعم لا نريد شرع الله. بخمادة، نعم، يقول: لا نريد شرع الله، لا نريد شرع الله، ويؤكد على هذا. والجناح السياسي قاد منهم تكلموا مرارا وقالوا أنهم مستعدون للتحالف حتى مع الشيطان أيا كان، يعني لا يترددون حتى الشيطان يتحالفون معه. وهذه الأيام صرح الوزير اللي هو الآن وزير في الحكومة المكلفة من بعثة الأمم المتحدة المفروضة على ليبيا دون توافق، وسميت بحكومة التوافق رغم أنف الليبيين. وهو وزير ليس وزير يعني وزارة هامشية وثانوية، بل هو في وزير في وزارة سيادية لوزارة الدفاع، يعلن ويصرح ويقول: لا نريد أحد يحكمنا بالدين. هكذا صراحة أيا كان، ويقول هذه هي قناعته ولن يرجع ولن يتردد في ذلك. وعندما يقول إنسان: لا نريد أحد يحكمنا بالدين، ما معنى كلمة الدين؟ الدين هو الإسلام، ما في دين غيره. ليس هناك، الناس عندما يقولون هناك أديان، أديان باطلة كلها، لا تسمى أديان، لا يسمى دين إلا دين المسلمين فقط لا غير. الله تبارك وتعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. فعندما يقول: لا نريد من يحكمنا بالدين، معنى الكلام أن لا نريد من يحكمنا بالإسلام. فهذا أعداء سافر. أقول لأهلنا في ليبيا، كل الناس يعني الخيرين، ربما منهم ما هو مازال منساق ويؤيد هذا التوجه الآن الذي أعلن أعداءه السافر للإسلام وللدين، نقول لهم: هذا الكلام لا يمكن لمسلم أن يرضى به، لا يحل لمسلم ديانة أن يرضى بهذا الكلام ويقول: لا نريد حكم الإسلام ولا نريد دين الله. هذا من أفجر الفجور ومن الباطل. والثورة المباركة هي ما قامت إلا لأجل هذا. لماذا قام الناس على القذافي؟ السبب الرئيسي ليس هو لأنه أخذ الأموال ولا أخذ الميزانيات أبدا، السبب الرئيسي لأنه إنسان ملحد يصرح بأعدائه للإسلام، ينكر القرآن، ينكر بعض آيات القرآن ويحرفها، وينكر السنة، ويتحدى التعاليم الإسلامية الصحيحة المجمع عليها، ويسخر بالسنة، ويسخر بالحجاب، ويسخر بالعبادات، بالكعبة وبالحج. هذا هو السبب اللي جعل كل علماء الملة في أنحاء ليس في ليبيا فقط بل في أنحاء الدنيا كلها أنهم أفتوا بكفره وبقتاله، وأنه لا يجوز أن يكون ولي أمر. هذا هو السبب اللي أخرج الناس من بيوتهم وتحملوا ما تحملوا، وخرجوا بالسلاح وقاتلوا، وكانوا في ذلك مصيبين، ومن مات منهم بإذن الله يموت شهيدا، لأنهم حاربوا الكفر، حاربوا الضلال. فكيف نحن الآن نرضى أن نمكن لمن يقول بهذا القول مرة أخرى ويعلنه على رؤوس الملأ وعلى رؤوس الأشهاد في الإعلام، ويقول: لا نريد الإسلام ولا نريد الدين؟ فهذه رسالة إلى إخواننا كل الناس النخب السياسية سواء كانت في أحزاب. أنا أظن ليس هناك إلا ربما قلة قليلة لا يعتد بها، كل الأحزاب في ليبيا حتى الأحزاب التي ليست إسلامية ليس في قلبها عداء سافل للدين، هكذا العداء بمعنى الكفر. لا يمكن، ربما عند خطأ في الفهم، وأن
الأحكام الشرعية ربما تطبق في بعض الجزئيات وتطبق في بعض الجزئيات لأمر أو لسبب، فهم يعني إما يقول هذا إما تأويلا وإما جهلا، فكلهم محمولون على حسن النية. لكن من يعلن هكذا في الإعلام ويقول لا نريد الدين لا نريد الإسلام، هذا لم يبقي لنفسه عذرا. والناس يجب أن يستيقظوا وينتبهوا لهذا الأمر، هذا ليس فيه يعني هوادة وليس فيه يعني مجاملة، وليس يعني أنت لو أخذت المال أو الناس يعني لن نراهم يعني يتجرعون المرارة في حياتهم في تدني الخدمات وفي شح المال وفي تأخر المرتبات وفي حياة قاسية، لكن هذا كله ربما يتجاوز وكله يغض النظر عنه وما ينبغي أن يكون، لكن هذا كله لا يساوي شيئا من هذه المقالات الكافرة الفاجرة الفاسدة. لا يحل أبدا أي مسلم يقول لا نريد شرع الإسلام لا يبقى له شعرة من الإسلام، أي مسلم يعلن ويقول لا أريد الإسلام ولا أريد الدين لا يبقى له في الإسلام شيء. هذا لابد أن يوضع الناس وأن ينتبهوا إلى هذه المسألة. الناس اللي قاموا بثورة التكبير لإقامة الشرع وإقامة الدين كيف يسلمون أنفسهم لحكم أشد وأشد عليهم من حكم القذافي الظالم الفاجر؟ فهذا الأمر في غاية الخطورة.